شبابنا عايزين يبقوا سلام، شبابنا عايزين يلبسوا اللبس وما يكونش فيه تثدي. الحقيقة موضوع التثدي عند الشباب مشكلة، لدرجة بدأوا يجروا على لبس الكورسيه ويبدأوا يعملوا نوع من أنواع الكومبريشن على جسمهم. ده أحيانا بيعتقدوا، وده خطأ، إن شيل الحديد يضيع التثدي. ده لو شالوا العمارة مش هيضيع التثدي. أولا إيه سببه؟ سببه رقم واحد حاجة هرمونية، وده بيبقى غصب عنهم، بتيجي من الأسرة. السبب التاني الإفراط في الدهون. الدهون يا جماعة، اسأل الشاب يقولك أنا داخل كنتاكي وخارج من كنتاكي وبيأكل الفرخة بدهونها بجلدها. يا جماعة بيأكلوا جلد الفرخة، ده أكتر كمية دهون موجودة تحت جلد الفرخة. تعرفوا الفراخ دي بتكبر إزاي؟ بيجيبوا حبوب منع الحمل، بيجيبوا الاستروجين ويطحنوه ويرموها سماد علشان تملى الفرخة عشان توزن وتبيع، والبيه حابب يأكل جلدها. في النهاية نصيحتي لحضراتكم للشباب، نتجنب التثدي عن طريق الدهون الكتير خصوصا في الفراخ يا جماعة، وأنا أكدت المعلومة دي. رقم 2 نلعب رياضة، ولو لسه ما انتهتش أعتقد إن عمليات تشفيت الدهون من الثدي من العمليات الناجحة بنسبة 100%. أشكركم النهاردة وأتمنى النصيحة تكون مفيدة، خصوصا هي نصيحة لشبابنا النهاردة وأولادنا. نشوفكم بكرة إن شاء الله مع نصيحة جديدة لسؤال جديد، وكل سنة وحضراتكم طيب.